إيمان. مرحبا بك يا إيمان. مرحبا. مرحبا عبير ومرحبا بالسادة المستمعين. خلينا معك أنت نعرف جديد فيما يخص الذكاء الاصطناعي في تطبيقات جديدة. شنو آخر الأخبار؟ برشا جديد برشا جديد عبير. السنين 13 ماي و 14 ماي هما زوز يعني تواريخ مهمة جدا في عالم التكنولوجيا. بما أنه الدات الأولى مربوطة يعني بالحدث اللي عملته شركة أوبن آي آي سبرينج أبديت اللي عملت فيها آخر التحديثات الخاصة بشركة أوبن آي آي وبالذكاء الاصطناعي. وكيف كيف نهار 3 حدث كبير برشا اللي هو الجوجل آيو 2024 كونفرنس، الحدث السنوي اللي تعمله شركة جوجل واللي تعلن فيه على أبرز يعني الأحداث اللي صارت في شركة جوجل، وخاصة 80 أو 90% ممكن من المحتوى اللي كان موجود نهار 3 في الآيو كونفرنس هو المحتوى الخاص بالذكاء الاصطناعي. فما جديد فيما يخص الدروس الخصوصية فيما يخص معناه الذكاء الاصطناعي قاعد يدخل في برشة مجالات اللي تنجم تعاون الإنسان. احنا ناخذوا الايجابي هكا ولا هو العالم كان منبهر يعني نهار سنين خاصة نهار سنين بالتحديث الجديد التطبيق اللي معروف في العالم الكل اللي قلب العالم الكل وقلب الموازين في العالم الكل هو تطبيق شات جي بي تي. نهار سنين أطلقت أوبن أي آي تحديث جديد لتطبيق شات جي بي تي اللي هو شات جي بي تي 4.0. احنا كنا نعرفوا التحديث الأخير اللي هو شات جي بي تي 4 اللي هي لفيرسيون بيونت بتاع شات جي بي تي. اليوم فما تحديث اللي بعد شات جي بي تي 4 هو شات جي بي تي 4.0، والتحديث هذا معناتها الخبر الباهي كونه معناتها التحديث باش يكون يعني مجاني للناس الكل يعني ماهوش بيون يعني باش يكون مجاني للناس الكل. والتحديث هذا باش يلغي يتمثل هذا هو شنو ينجم استعمالاته تكون الاستعمالات. اول حاجه الشيء اللي نضاف على شات جي بي تي اللي كلنا نعرفوه شات جي بي تي 4 و 3.5 كونك تنجم تحكي مع شات بوت هذايا، تنجم تحكي مع روبوت الدردشه هذايا قصا ديك تحكي مع اي انسان واحد اخر يعني تنجم تحكي معه بالصوت وهو يجاوبك يعني يجاوبك يعني انستانتانيمون. وفوق هذايا ينجم يعطيك ديزيموسيون، ينجم يضحك معاك، ينجم يتفاعل معاك، ينجم يكون حزين اذا انت تكون حزين، ينجم يواسيك اذا انت يعني متقلق ولا 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 حاجه. والشيء هذا ذكرنا بفيلم كنا قبل معناتها نتفرجوا فيه اللي اسمه فيلم هير. فيلم هير اللي هو شخص يعني يتحدث مع روبوت في جهاز الهاتف نتاعو في الاورديناتور نتاعو اتسيتيرا، ولات بينو بين بين الاسيستون فوكال اللي هي زي بصوت امراه ولات بينو وبينها علاقه. يعني التحديث هذا اللي صار في شات جي بي تي هو براتيكمون نفس الشيء ولكن زايد يعني حاجات اخرى. كيفاش؟ يعني تنجم انت مثلا تكون في مكان يعني تخدم او تعمل في حاجه وتنجم تحل الكاميرا مع شات جي بي تي 4.0 ويقول لك انت فاش قاعد تعمل ولا المكان اللي انت فيه اللي اذا ما تعرفوش شنو هو بالضبط. معناها يعاونك خاصة وقت اللي تمشي ممكن تبحث على مكان ولا انت تسافر ينجم يكون هو الجيد متاعك ويخليك هكاك تعرف انت وين وشنو اللي داير بيك وحاجياتك وين منين باش تقضي ينجم يعاونك فيها. ايمن خلينا نحوصلوا احنا هو باش نزيد حاجة اخرى ينجم يكون حتى مثلا بالنسبة للمكفوفين الناس اللي ما تشوفش إذا يمشي للبلاصة مثلا يحب يعرف البلاصة شنو الديكور نتاعها شنو الألوان اللي موجودة شنو الحاجات اللي موجودة أوتور دو لوي ينجم الشات بوت هو يحط مثلا الإيربادز نتاعو في وذنه ينجم الشات بوت يوصف له المكان اللي هو فيه ويقول له الناس جنبك فاش تعمل والديكور اللي أنت موجود فيه هو شنو يعمل يعني وصف دقيق حاجة وهذا هي الغاية ظهولي من كل تطور تكنولوجي. شكرا لك أيمن بن سليمان يعطيك الصحة معك أنت عرفنا جديد والمستجدات في عالم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. شكرا لك.